شهدت مختلف الوكالات المحلية للتشغيل بسكيكدا إقبالا كبيرا من قبل طالبي العمل الذين توجهوا نحو هذه الوكالات بعد أن انتشر خبر طرح شركة سوناتراك 500 منصب عمل مخصصة لحاملي الشهادات الجامعية والتقنيين الساميين، حيث تنطلق عملية استقبال المرشحين لهذه المناصب بداية من الأحد المقبل وفقا لبرنامج سطرته الوكالة من أجل استقبال كل تخصص على حد تجنبا للفوضى وسوء الاستقبال. محمد حمادة رصد التالي. عن وجود عرض عمل خاص بمؤسسة سوناتراك، نؤكد على تواجد هذا العرض على مستوى الوكالة المحلية لتشغيل سكيكدا، كما أنه سيتم معالجة هذا العرض بصفة طبيعية عن طريق برنامج الوسيط. لذلك ندعو مجموع طالبي العمل من المسجلين الالتزام والتقيد بشروط النظام من أجل إضفاء مبدأ تكافؤ الفرص وتطبيق الشفافية فيما يخص معالجة هذا العرض. إن شاء الله هو عرض عمل كبقية العروض، لأنه الميزة نتاعو برك لأنها مؤسسة سوناتراك.